الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. وكنا ما زلنا في شروط صحة الصلاة، والشرط الأول وهو طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، ثم الشرط الثاني ستر العورة. وتكلمنا على ما يجب كيفية الستر، وأنه في الصلاة يكفي ستر لون البشرة فقط، يكفي ستر اللون فقط، يعني ألا يشف وألا يكشف. أما أمام الناس فيجب في ستر العورة أن يضاف إليها شرط ثالث ألا يصف. يبقى يكفي في الصلاة ألا يشف وألا يكشف. يعني إيه ألا يشف؟ ما يبقاش القماش شفاف بحيث يبين لون البشرة أسفله، وإلا هذا يضر إن كان في موضع العورة. وألا يكشف يعني ما يبقاش مثلا شبيكة كده ساتر العورة، بس شبيكة عامل إيه في الشبك، بين الشبك مبين جزء من اللحم، يبقى ده ما ينفعش. يبقى صارت ألا يكشف وألا يشف، ده في الصلاة. إن كان مع الناس في المسجد يبقى لازم نضيف حاجة تالتة، ألا يصف، يعني ما يبقاش استريتش ولا بادي ولا ملزق ولا محزق، سميها زي ما تسميها، ولا هيلانكا، كل دي حاجات كده الناس يقولوا عليها في الحاجات المحزقة، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش قدام الناس الواحد يستر عورته بحاجة محزقة، حرام، كويس؟ لكن ممكن يصلي بيها منفردا صلاته تكون صحيحة، وكذا المرأة. هنتكلم النهاردة على حدود العورة التي يجب سترها في الصلاة، مع بعض التفاصيل في أمور أخرى فيما يحرم النظر إليه خارج الصلاة. يقول: ما بين سرته وركبته، ده بالنسبة للرجل، ما بين سرته وركبته. وهذه عورة الرجل في الصلاة، وكذا عند الرجال وعند النساء المحارم. يبقى عورة الرجل في الصلاة هي نفس عورته مع الرجال لو قاعد معهم رجالة مع بعض، وهي نفس عورته مع نسائه المحارم، يعني قدام أخته، قدام خالته، قدام عمته، المحارم على التأبيد. إنما المحارم على التأقيق كأخت الزوجة لا يجوز إن هو يجلس معها ويكون مغطي عورة الصلاة، بل يجب إن هو يستر باقي بدنه، لأن يحرم النظر إلى باقي البدن، كويس؟ يبقى عورة الرجل، عندنا ثلاث عورات للرجل على فكرة، أو ثلاث أحوال للستر للرجل: عورة للصلاة، وأمام الرجال، وأمام المحارم، دي عورة واحدة اللي هي ما بين السرة والركبة. وفي عورة تانية أمام النساء، بدنه كله، كويس؟ طيب، وعورة ثالثة في خلوته، لو قاعد لوحده بقى مش بيصلي والدنيا حر، يبقى القبل والدبر تكفي، يستر القبل والدبر بس. يعني ما يلبس اللي احنا بنسميه السليب ونايم في اوضته لوحده ينفع، كويس؟ يبقى الرجل ليه ثلاث احوال في الستر للصلاة، ما يقلش عما بين السرة والركبة، وكذا بين امام الرجال الاجانب، وكذا امام النساء المحارم،
والمحارم المقصود بيهم على التأبيل، يعني ما ينفعش يتجوزهم أبدا بأي حال، يسموهم محرمات على التأبيد. أما محرمات التأقيت اللي هو محرمة على التأقيت كأخت الزوجة، له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلق زوجته وانقضت عدتها مثلا، يبقى ده اسمها محرم على التأبيد، تعتبر أجنبية برضه. وله حال آخر أمام النساء الأجنبيات، كل بدنه يبقى راجل كده قاعد محترم قدامه. وإحنا الوقت مثلا بقينا نلبس بنص كم، أصبح العرف كده، كان زمان مثلا إيه يستحي الرجال إنه يمشي قدام الستات الأجانب كده بحاجة بحمالات مثلا، كان زمان كده أيام ما كان في حياء. إنما إحنا قلنا في خطبة الجمعة امبارح إن تغير مفهوم حتى الحياء عند المسلمين، فأصبح الوقت اللي ماشي بنص كم ده يعني عادي خالص، ده كتر خير، مفيش أحسن من كده، ما تلفتش الانتباه. فيبقى بدنه كله أمام النساء، يعني معناه الرجل يعني يغطي وشه؟ لا مش يغطي وشه. يعني المرأة يحرم منها؟ طب يحلق في وش الرجل؟ فهمت ازاي؟ بس ادي معناه، يعني بدن الرجل كله بالنسبة للمرأة الأجنبية عورة، ما تقعدش تبحلق فيه. فهمت؟ ادي معنى الكلام، مش معنى كده ان الرجل هيلبس بيشة بقى، لا، ومش معناه انه يغطي شعره، لا. يبقى احنا بنتكلم على خارج الصلاة ما يحرم النظر اليه، مش مسألة عورة. يبقى في فرق بين ما يحرم النظر اليه وبين العورة. فهمت بقى المسألة؟ فلا يطلق العورة الا على ما يغطى للصلاة. طب بقيت بدن الرجل ما نسموهش عورة، لكن يحرم نظر الأجنبيات إليه بس. فهمت بقى المسألة دي؟ نقطة هامة. طيب وإما يجب ستره وهو في خلوته؟ القبل والدبر ده الواجب، ولكن ما زاد على ذلك يستحب. واضح؟ يبقى الرجل ليه تلت أحوال في الستر. هنا في الشرح بيقول تلت عورات، وده يعني يعتبر يعني الإمام الشيخ البيجوري تجوزا، يعني تجوزا مسميها عورة، لكن احنا متفقين ان عورة لا تطلق الا على ما يجب ستره في الصلاة بس. فهمت بقى المسألة؟ فتحصل ان له ثلاث عورات، هي ثلاث احوال للستر لو انت عايز الدقة. يبقى له ثلاث احوال للستر في الصلاة يستر عورته، خارج الصلاة أمام الأجانب النساء الأجنبيات، يبقى سائر البدن يحرم النظر إلى سائر بدنه، وأمام نفسه في الخلوة يبقى القبل والدبر. يبقى تبقى سهلة كده. سرته وركبته، ما بين سرتي وركبتي ده اللي يجب أن يستره. يبقى كأن السرة خارجة والركبة خارجة، مش من العورة، دي حد للعورة لكن خارجة. يعني لو بان جزء من ركبته وجزء من سرته لا يضر في الصلاة، لكن احنا عندنا ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، فصار واجبا ستر الركبة والعورة والسرة، عشان هي حد العورة، واحنا عندنا حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. القاعدة كده، حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. حريم يعني الحرم الشيء، حرم العورة هو خط ايه بمحاذاة السرة، داير 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 بظهره، زي المزورة تلفها كده زي الرجل الترزم ما ياخد مقاس وسطك. وكذلك الركبة من الأمام والخلف والجوانب. يبقى لو عملنا خط هنا وخط هنا يبقى اللي بينهم دي اسمها عورة يجب سترها. الركبة خارجة والسرة خارجة لكن يجب سترها لأنها حد. طب وليه يجب سترها لأن حد؟ يعني لو بان جزء من ركبته أثناء الصلاة صلاته صحيحة. فهمت إزاي؟ لكن يبقى مع التقصير. ليه؟ لأنه على وشك تبطل صلاته، ممكن مع شوية حركة تاني رجل شوية كده وهو بيجي يقرأ التشهد يروح مزحزح الثوب حاجة بسيطة ضاعت صلاته. فهمت إزاي؟ عشان يبقى الحركرك، يسموها الحركرك. وعلشان كده احنا عندنا قاعدة حريم الشيء لو حكمه ما هو حريم إن شاء الله. حريم الشيء يعني ما يحيط بالشيء له حكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل كده في الحديث ان الله سبحانه وتعالى له محارم، مش كده؟ الحرام بين والحلال بين وبينهما مشتبهات، فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. كان زي يعني بيقول لك ان حمى الحرام ابعد عنه برضه، ابعد عن حمى الحرام. فهمت بقى؟ ادي معنى ايه حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. يعني لو المسجد مبني في بقعة
ومتحوط بسور خارج المسجد، يبقى الفراغ اللي بين السور وبين بناء المسجد لا حكم المسجد، يحرم البيع والشراء فيه ويحرم مكث الحائط فيه، وكذلك يحرم مكث الجنب فيه. واضح؟ إلا عبر سبيل. هذه معنى حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، يعني جلدة المصحف تعتبر ملزوقة على المصحف، فلا حكم المصحف من حيث عدم جواز مسها إلا على وضوء، لأن حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قاعدة كبيرة يدخل تحتها فروع كتير. لو حرمت أخت لك من الرضاعة في حي المقطم، قالوا لك أنت وأنت طفل صغير كنا ساكنين في المقطم وواحدة جارتنا رضعتك، يبقى يحرم أنك تتجوز بنت من بنات المقطم، ما هو مش عارف أنت اسمها إيه ولا جارتك دي كان اسمها إيه، فيبقى يحرم أنك تتجوز بنت من بنات المقطم مولودة في سنة ولادتك. شوف قد إيه بقى، مش في سنة ولادتك بس، مطلقا، لأن لو الست دي رضعت حد تاني ولو بعد 10 سنين من ترضيعك يبقى برضو ولادها أخواتك من رضاها. شفت بقى إزاي؟ لأنه صار كل بنات المقطم ونساء المقطم حريم حوالين واحدة مجهولة هي محرمة عليك ما تعرفهاش، فاختلط الحلال بالحرام فغلب الحرام. احتياطا، ما يتجوزش من القاهرة استحبابا، ما لا يتزوج من القاهرة استحبابا ومن المقطم وجوبا. سهلة. واما يروح يخطبها، انتوا كنتوا ساكنين في المقطم؟ يسأل الست امها ام مراته، كنتوا ساكنين في المقطم؟ تقول له عمرنا ما رحنا المقطم، المقطم ده فين؟ يتجوز على بركة الله، براء. فهمت بقى المسألة؟ ادي معنى اختلاط الحلال بالحرام، انه ايه بينبني عليها احكام، لازم الواحد يبقى ماشي واعي في حياته، وإلا هيقع في الحرام ومش واخد باله. مش احسن ما يجي يتجوزها ويخلف عيال وبعدين فجأة تقول له فاكر ده انا كنت زمان اتربيت في المقطم وكان في واحد جارنا اسمه على اسمك وامي كانت بترضعه، يروح يسألهم يقول له ده انت. طب هيبقى موقفهم ايه قدام الامم المتحدة؟ هيروحوا لدار الافتة هيقولوا لهم خلاص يفسخ العقد. طب والعيال ينسبوا لابيهم بس فسخ العقد، مفيش طلاق لانه اصلا مفيش عقد، يبقى العقد اللي اتعمل ده كان شبهة عقد لانه لا يتم عقد بين اخ واخت. فاهم؟ فيقول له خلاص اترك دي اختك. طب والعيال ينسبوا ليك، خلاص يورثوك وينسبوا ليه. ليه؟ لوطئ بشبهة عقد، يسموه وطئ مع شبهة عقد. فيبقى ايه، انت ما تعرف من الاول احسن. يبقى احنا قلنا السرة والركبة ليست من حدود العورة لكن يجب سترها، لان حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له. فهم؟ ولان ما لا يتأتى الواجب الا به فهو واجب، قواعد كلها في الاصول. فهمت ازاي؟ ما لا يتأتى الواجب الا به فهو واجب. يعني اما اقول لك مثلا اعطني الكتاب الذي فوق السطح، يبقى يجب تحصيل سلم، علشان هتطلع السطح ازاي؟ انت سوبرمان هتنط كده؟ لازم تحصل سلم لانه هو وسيله الصعود الى السطح، يبقى لا يتاتى تنفيذ الامر الا بتحصيل السلم. فهمت ازاي؟ فصار السلم وسيله، لا يتاتى الواجب الا به، فصار السلم تحصيله واجب. اما اقول لك هات لي الكتاب اللي فوق السطح، تقول لي طب فين السلم؟ مع ان انا ما جبتلكش سيره سلم، لانه وسيله الشيء لا حكمه. يقول لك الوسائل تاخذ حكم المقاصد، مش كده برضو؟ الوسائل كل دي قواعد لازم تبقى في ذهن الانسان المسلم المحترم اللي بيحافظ على دينه في حياته كلها. يبقى الوسائل تاخذ حكم المقاصد، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لما ربك قال لك اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، صار تحصيل الماء واجب. هو قال لك حصل الميه؟ ما قال لكش حصل الميه، ده قال لك اغسل وجوهكم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فصار تحصيل الماء واجب. وتحصيل الماء لا يتم الا باناء، فيعمل لك في الفقه كتاب الآنية. يبقى كتاب الآنية ده نشأ منين؟ إن الماء لا يأتي إلا في إناء، فالإناء وسيلة الطهارة، وسيلة الوسيلة، الماء وسيلة الطهارة والماء وسيلة الوسيلة. ف
فهمت بقى صارت ايه؟ فهمت ازاي ترتيب الفقهاء في مخهم بيرتبوا الفقه ازاي؟ اهو ده الدين المرتب، هو دين الناس المسلمين المرتب اللي علموا العالم كله ازاي يفكر. يعني احنا كنا مسلمين واجدادنا مسلمين بيفكروا ايام ما كان العالم كله غرقان في الاساطير، ما عندهمش اي حاجة، احنا اللي علمنا الناس ازاي يرتبوا التفكير المنهجي العلمي المظبوط. فبيقول هنا ما بين سرته وركبته، دي عورة الرجل في الصلاة. السر موضع ما يقطع من المولود وهو السر، ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع، يعني السرة موضع القطع لكن السر اللي هو الحبل نفسه، فهمت؟ والركبة مفصل ما بين طرفي الفخذ والساق. والركبة مفصل ما بين طرفي، ليه بيقولوا كده؟ لأن يدخل في المسلمين غير عرب وبيذاكروا، احنا ركبة خلاص العرب يفهمها، فتقولوا ما الفقهاء ليه بيكتبوا كده؟ لأن بين المسلمين غير عرب، لأن إسلامنا دين عالمي، فهمت ازاي؟ الإسلام ده دين لكل العالم بكل اللغات، فلما يجي واحد غير عربي يقرأ الركبة عايز يعرف يعني ايه الركبة، يقرأ السرة عايز يعني ايه يعرف السرة، فيكتبها له. فهمت بقى دقتهم؟ مش بيضيعوا وقتهم، يعني مش مسألة تضييع وقت. فبيقول والركبة مفصل ما بين طرفي الفخذ والساق، وكل حيوان ذي أربع، يفصل لك حاجات زيادة بقى عن الموضوع كمعلومة عامة، ثقافة زيادة بقى. وكل حيوان ذي أربع يعني بيمشي على أربع رجلين، يبقى خرج الإنسان، مش كده؟ لأن الإنسان ما بيمشيش على أربع رجلين. وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، يبقى أي حيوان بيمشي على إيديه رجليه، على إيديه ورجليه يعني أربع، يبقى ركبه في إيديه، إنما الإنسان ركبه في رجليه. طب وإيه المفصل اللي في الرجلين يسموه العقب في الحيوان؟ عرقوباه في رجليه. وعلم من كلامه، لما بيقول ما بين كذا وكذا، علم من كلامه أن السر والركبة ليست بعورة وهو الصحيح. يبقى في وجه مقابل للصحيح عندنا في الشافعية أن السر والركبة داخلين في العورة، ولكن الصحيح أنهما ليس عورة، وإن كان في الوجهين يجب سترهم. الوجه الذي قال أنها عورة يجب سترها لكونها عورة، والوجه الثاني الذي لم يقل أنها عورة قال يجب سترها لأنها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى الاثنين عمليا ما يختلفوش، لكن تفصيليا من حيث السبب يختلف الوجهين. فهمت بقى المسألة؟ وعلم من كلامي أن السر والركبة ليست بعورة وهو الصحيح، لكن يجب ستر جزء من كل منهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذا الأمة، احنا عندنا الرجل وعندنا الأمة وعندنا الحرة، ثلاث أصناف من بني آدم. الأمة الرجل يبقى سواء عبد أو حر عورته واحدة خلاص، إنما المرأة لو كانت أمة يعني رقيق أو حرة تختلف عورتهم في الصلاة، لكن أمام الأجانب واحد. المرأة عموما الأنثى عموما التي تشتهى يجب أنها تستر بدنها كله أمام الرجال، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى بدنها، واضح؟ دي سهلة. لكن احنا بنتكلم بقى في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة للأمة اللي هي الرقيق، اللي هي مشغولة طول النهار في خدمة أهلها وخدمة أسيادها، وبتمسح السلم وتردع العيال وتطبخ وتشيل الحاجات من هنا وتنظف هنا، ويجي عليها أدان ورا أدان، لو كلفناها أنها تستر نفسها كالحرة هيضيع عليها الصلوات. يقوم الشرع ينظر إليها نظرة فيها تخفيف، يقول لها كفاية عورتك في الصلاة كعورة الرجل، يبقى يجب ستر بس بين السرة والركبة، كفاية عليك كده في الصلاة، لأن غالبا هتصلي في مكان خدمتها. فهمت بقى؟ فإذا كانت لابسة درعها باين بتغسل المواعين تصلي على كده، شعرها باين علشان مثلا مش فاضية تغسل الخمار بتاعها لأنه بيلخمها لما بتقعد تنظف وتشيل وتعمل، فبتبقى متحررة منه تصلي على كده. شفت بقى الايه تيسير الشرع الشريف؟ كل دي في الأمة اللي هي الرقيق. فبيقول وكذا الأمة ولو مبعضة أو خنثى. يعني ايه مبعضة؟ أمة مبعضة يعني جزء منها حر وجزء منها وجزء منها رقيق. يعني ايه؟ يعني انا وانت
عايشين عزاب وبنتعلم في الأزهر. زمان كان بتحصل الحكاية دي، نسيب بلدنا في الصعيد ونيجي نقعد هنا في الأزهر، ولا بنعرف نطبخ ولا بنعرف نغسل ولا فاضيين نعمل، احنا أهل طلاب علم. فنقوم ايه ومعيش انا فلوس اشتري اتجوز، او مش ناوي اتجوز من القاهرة عشان بنات القاهرة انا خايف منهم. كانوا زمان يحذرون من بنات القاهرة ويقول له احنا هنجوزك بنت عمك بس لما تاخد العالمية يا ولا وتيجي. فقاعد لعارف يتجوز ويمكن حتى معهوش فلوس يتجوز اصلا، وعايز بقى يعيش 3 4 سنين 5 سنين في الازهر يدرس ويرجع بلده تاني، يعمل ايه؟ كان في سوق رقيق في مصر. هو متفق انا واحد صاحبي او اتنين تلاته اصحابنا بعض، القمة بتتباع في السوق ب 3000 جنيه مثلا بسعر اليومين دول لو فرض. اقول لك خلاص كل واحد فينا احنا تلاته يدفع 1000 ونشتري قمة، وانت كل يوم القمة دي تخدم واحد فينا، تغسل له هدومه، ترتب له اوضته، تطبخ له، وتلف علينا كل ثالث يوم، لكن لا يجوز الاستمتاع بها لأنها مشتركة مش ملك يمين بقى. لما تبقى ملك واحد ممكن كمان يستمتع بها كالزوج، لكن هنا لا يجوز الاستمتاع بها في الفراش لأنها مشتركة، يبقى هنا في الخدمة بس. فهمت ازاي؟ قمنا احنا مثلا اشترينا البنت دي، قعدت تخدمنا الحمد لله، كنت انا اكبر من الاتنين التانيين فخلصت بسرعة ونجحت ورجعت بلدي. فانا لقيت البنت دي كانت كويسه معانا، قلت لها يا بنتي انت حره لوجه الله، فبقى تلتها حر وتلتينها اما. فهمت؟ ورجعت انا بلدي. اسمها مبعضه. يبقى اسمها ايه؟ مبعضه، يعني بعضها حر وبعضها اما. دي عورتها ايه؟ كعوره الاما برضه، كعوره الاما، لان ما زالت في الخدمه، هتبقى مشغوله برضه، هتيجي تكلفها تتغطى هتبقى صعبه. فهمت ازاي؟ ادي معنى المبعضة. ايوه. وكذلك في حاجة اسمها المدبرة، يعني اقول لها انت حرة دبر موتي. يبقى واحد عنده أمة كده وبتخدمه، وبعدين خدمته كده في مرض وفاته واخلصت لي، فهو عايز يكافئها فيقول لها ايه انت حرة دبر موتي، يعني ما تبقاش مال يورث ولاده، لا تبقى حرة. يسمها المدبرة. مدبرة يعني ما يقول لها انت حرة دبر موتي. فهمت ازاي؟ كل دي انواع من الاماء بقى. ساعات يقول لك المدبرة، يقول لك المبعضة، ساعات يقول لك المكاتبة. المكاتبة اللي هي تبقى عاملة بتشتري نفسها من سيدها، يعني بنت كسيبة كده وبتعرف تخيط وجايبة مكنة، فكل ما بتفضل بتقعد تخيط فبتكسب فلوس. فلما لقيت نفسها بتكسب فلوس قالت لأسيادها ممكن اشتري نفسي منكم، انا تمني بره في السوق 3000، ممكن تقسطوا عليا واديكم 100 جنيه كل شهر لحد ما يتم 3000، وبعدين بعد كده ابقى حره. يعملوا عقد مع بعض، كتابه يسموها المكاتبه. فهمت؟ فالحالات دي برضو يبقى عورتها كعوره الامه، يبقى المكاتبه والمدبره والمبعضه. واخد بالك؟ انت حره دبر موتي. اعيدها تاني، اسمها مدبره. كل دي ساعات تقرا الكلام ده في كتب الفقه فتبقى مش عارف معناه، اعرفه، لكن الوقت ما بقاش في ايماء. ايوه. لا مش عوره في الصلاه، دي عوره امام الرجال الاجانب بس. في الصلاه لا، لكن لو هتصلي في المسجد امام الرجال الاجانب يبقى تغطي بدنها كله حتى ولو اما. فهمت؟ عشان لكن احنا بنتكلم هتصلي في المكان الخدمة بتاعتها، يبقى لها أن تصلي كالرجل، تبقى عورتها كالرجل. واضح؟ يبقى الأمة عورتها عورتان، عورة في الصلاة كالرجل، وعورة أمام الأجانب كسائر النساء. واضح؟ سهلة. السبب في أن الأمة للرجل عشان بيشتغل تيسيرا عليه، بيشتغل طول النهار. طب لو واحد عنده شغالة خدامة، ما دي حرة، انت اشتريتها من رقيق. يعني الخادمة دي حرة بس حرة، يبقى تلتزم بالحرية لان الحرية ليها معنى. لا، الأمة دي دي بضاعة، انت يوم ما تتزنق في الفلوس تروح تنزل تبيعها في السوق، زي العربية، عندك عربية اتزنقت تروح تبيعها.
غير الحر، ما بقاش فيه إماء خلاص. يعتبر رجل أجنبي لو أبوه بيستمتع بها في الفراش، ولو ورثها مال يرثها مال ولا يرثها متعة، لأنه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ليها أحكام في الحركة. خلاص ينظر إليها ويظهر منها ما يظهر عند ثياب المهنة، يعني شوف لبس البيت وهي بتشتغل لابسة إيه، يبان حتة من دراعها، يبان شعرها، يبان عادي بتشتغل عادي كده، فهمت؟ وكذا الأمة، أي ولو مبعضة أو خنسة. طب افرض خنسة، يعني اللي عارفين دي ذكر ولا أنثى، يبقى برضو عورتها كالأمة، كويس؟ فعورتها كعورة الرجل في الصلاة، وكذلك عند الرجال المحارم. عند المحارم يعني لو عندها عيل وعايزة تردع ابنها قدام أخوها، ما بتردع تطلع صبيها، مش كده برضو؟ هذا موجودة حتى قدامنا احنا، بتحصل. وساعات بعض الناس المتخففين قوي على محطة الأوتوبيس، بس حرام طبعا، تعتبر بقى الناس كلها اخوات، بقى ما احنا اخوات بقى، المصريين كلهم اخوات بعض، ما ينفعش. ما ينفعش، لكن قدام المحارم بس. يبقى ايه؟ يبقى عورتها بين السرة والركبة في الصلاة، وكذا امام الرجال المحارم بتوعها، وكذلك في الخلوة. في الخلوة احنا قايلين الرجل في الخلوة عورته القبل والدبر، لا، هي عورتها في الخلوة كمان بالسرة للركبة، واضح؟ وكذا عند النساء، وكذلك امام النساء عورتها بين السرة والركبة، واضح؟ سهل الحكاية دي، كل ده في الأمة. عدوا الحتة دي عشان دي مش هينبني على علم كتير، بس انت بتعرفها، لان يمكن تحصل حروب ونأسر الامريكان والاوروبيين ويبقى عندنا اماء تاني، الله اعلم. نص ليس لها سبيل الآن إلا بالجهاد وفتح بلاد جديدة غير إسلامية ودخول آلاف الإسلام مع الأسر، ساعتها يروحوا موزعين النساء على الجنود، ويبقى فجأة رجعوا الإماء تاني في بلاد المسلمين. وإن كان الآن بعد الاتفاقيات الدولية بقى فيه أسرى وتبادل أسرى، وما بقاش فيه ضرب رق، والمسلمين تعاهدوا ومضوا عليها، فإحنا برضو ايه، مش هيبقى عندنا اماء برضو. ليه؟ لان احنا مطلوب اننا نوفي بالعهود، مش كده برضو؟ فاصبحت العهود بتاع تبادل الاسرى والحاجات دي ونهاية والانهاء الرق من سنة 1850 نشأت القواعد دي كلها. وكذا عند النساء فعورتها في جميع ذلك ما بين سرتها وركبتها، واما عورتها عند الرجال الاجانب فجميع بدنها كالحرة. فتلخص أن لها عورتين، برضو لها حالتين للستر، عورة في الصلاة وحالة للستر أمام الأجانب. سهلة، لأن احنا قلنا اتفقنا أن معظم الفقهاء اتفقوا أن كلمة عورة لا تطلق إلا على ما يجب تغطيته للصلاة. طيب، وعورة الحرة اللي هي بقى نساء اليومين دول كلهم أحرار الحمد لله، خد بالك ما عندناش في مصر رقيق، خلاص كل نساء مصر وبلاد المسلمين الآن كلهم أحرار. وعورة الحرة أي كاملة الحرية، وقد عرفت أن مثلها الخنثى. وقوله في الصلاة حال، أي حال كونها في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها. بيقول لك هنا أو خنثى فعورتها كعورة الرجل، هنا خلى الحرة حط معاها الخنثى تاني، وده عايز تحقيق في المسألة، فيبدو أن فيها تحقيق عايزين نبحث فيها مع بعض بعد كده في بعض الكتب. فبيقول عورة الحرة أي كاملة الحرية، وقد عرفت أن مثلها الخنثى. وقوله في الصلاة حال، أي حال كونها في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها، يبقى يجب الحرة أن تستر ما سوى وجهها وكفيها في الصلاة. سهلة الحكاية دي. يجي القدم بقى، مشكلة القدم ده، ما في القدم مش كف، والستات معظم المصريات يصلوا رجليهم باينة، صلاتهم بطلع الثلاث مذاهب، وصحيحة بس على مذهب الأحناف، كويس؟ ربنا يستر الإمام أبو حنيف ويكرمه ويرحمه، ساتر النساء المسلمين
الحمد لله يعني على مر العصور، لكن احتياطا تستر ايه قدميها كمان، لانهم غير الوجه والكفين، مش كده برضو؟ لان عندنا احنا لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية ما بنقيس. هو الامام ابو حنيفة قاس، قال ان الكف نقيس عليه كف الرجل، لانه الاثنين واخد بالك ازاي بتحتاجهم، المرأة دي للحركة والتانية للقبض والمشي والأخذ والعطاء، فيبقى ده يأخذ حكم ده قياسا، لكن احنا عندنا القاعدة انه لا قياس في العبادات والعبادات التوقيفية. وموضوع الستر ده ستر توقيفي، فهمت المسألة؟ عشان كده من حيث النظر في الأصول دليل الشافعية والمالكية والحنابلة أقوى في المسألة. ما سوى وجهها وكفيها، أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها. يعني افرض هي وهي واقفة الثوب بتاعها ساتر ظهر رجليها وهي واقفة، لكن لما تيجي تسجد يبان باطن قدميها، بطلت صلاتها. شفت بقى ازاي؟ يبقى لازم حتى ايه؟ القدمين باطن وظاهر. هو باطن قدمي، ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف، يكفي باطن القدم، يكفي ستره بالأرض حال الوقوف. فإن ظهر منه شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها، أفرد وهي بتركع كده يقوم الفستان بتاع أو الجلباب بتاع يقصر شوية، يقوم يبين عقبها، يبقى لو بان يبقى هنا تبطل صلاته. بطلت صلاتها. وأما الوجه والكفان فليس بعورة، وإنما لم يكون عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهم. ليه ما كتبرناهمش عورة؟ لأن الحاجة بتدعو إلى إبرازها. إيه الحاجة اللي في إبراز الوجه؟ الشهادة عند القاضي، وعند البيع والشراء في العقود المهمة لازم المرأة تثبت شخصيتها، لازم تثبت وشها عشان أعرف أنا ببيع من مين وبشتري من مين. وإلا لما بيع أنا الواحدة كده لابسة أسود في أسود وبشتري منها عمارة، بعد شوية تجي لي أختها شبهها تقول لي أنا غيرت رأيي وافتكرها هي، وبعدين أروح مديها الفلوس تقوم التانية تيجي تقول لي ليه ما جيتش الشهر العقار، لا ما أنت غيرت رأيك، خدت الفلوس، لا ده مش أنا. الله، نضيع بقى ويحصل بقى شغل نصب في السوق. وعلشان كده العقود المهمة مش ربع كيلو جبنة وثلاث ترغيفة، لا، يعني العقود المهمة. يبقى لازم إيه عند العقود المهمة؟ لازم تشوف وجه المرأة وإبراز وكذا عند الشاهد عند القاضي، وكذا عند امتحان الشفوي لازم الإكزامينر الممتحن يشوف وجه التلميذة اللي بيمتحنها. كنا في كلية طب العيال الوهابية يعملوا لنا مشاكل، كل امتحان شفوي نكد، البنات المنتقبات مش عايزين يكشفوا والأساتذة عايزين يطمئنوا ان هم دول، والعيال الوهابية يتخانقوا مع الأساتذة انتوا كده مجرمين عايزين تتفرجوا على النساء وهم قد آبائهم. والحكاية سهلة، نقول لهم كده يقولوا انتوا متسيبين، يا ابني انتوا جهلة ما قرتوش في الفقه. يجب إبراز الوجه عند القاضي، عند الشهادة، وعند العقود الهامة، وعند إرادة تحقق شخصيته، بتصرف شيك من البنك، فهمت ازاي؟ أو داخلة مثلا مبنى مهم، فموظف الأمن من حقه يطلع على وجهها عشان يطمئن، مش شرط ان انا اعين موظف، لا، موظف الامن من حقه يقول لك شفي وجهك وريني بطاقتك ويطمئن. كل ده يمنع مشاكل كثيره، لان انت دلوقتي الامن والراي العام اصبح ضد نقاب المراه. ليه؟ لان انبنى عليه بعض الحوادث بسبب سوء تطبيق النقاب. تيجي البنت داخله الجامعه بتوع الامن يقولوا لها ورينا وشك تعمل خناقه، تيجي داخلة مجمع التحرير ولا رئاسة الوزارة ولا مش عارف أي مصلحة مهمة بتاع الأمن عايز يتحقق من شخصيتها تقول له لأ، تيجي تصرف شيك من البنك يقول لها اتحقق من تقول له لأ، وبعد كده في الآخر يتضح إن واحد لابس منتقبة ودخل بنك وسرق على إنه واحدة ست، ويبتدوا بقى يشنعوا كل يوم. كل ده بسبب سوء فقه تغطية الوجه، في حين إن الإسلام ما قالش كده. الاسلام قال تغطي وجهها وهي ماشيه في الشارع، دخلت شغلها تكشف وجهها، يعني موظفه في الحضانه وهتقعد في مدرسه مع زمايلها حتى المدرسين الرجاله تكشف وجهها، ومطلوب من زمايلها ان هم يغضوا طرفهم عن وجهها، لكن تكشف وجهها عشان يعرفوا ان هي دي المدرسه بتاعت كل يوم اللي بتيجي
اللي واخد جدول الحصص الفلاني. فهمت ازاي؟ طبيبة قاعدة بتكشف على مريضات، من حق الراجل اللي رايح يكشف عند دكتورة أمراض نساء مغطية وشها يطمئن إن مراته اللي داخلة دي هتكشف عليها الدكتورة فلان، وقال لي أنا أدي مراتي لأي حد. طب ما يمكن واحد لابس أسود وقاعد وعامل نفسه دكتورة، مش بتحصل؟ كل دي من حق الإنسان المسلم إنه يطمئن. يعني أنا جات لي مرة شغالة منتقبة الصبح عشان تيجي تخبط، أفتح الباب الدكتورة نايمة، خرجت العيال المدرسة وأنا هنزل أروح المستشفى، افتح لها الباب انا الواحده منتقبه ازاي ادخلها الشقه وانزل انا والدكتوره نايمه والعيال بره ازاي يعني. فاول بفتح اول يوم فبقول لها انت مين؟ قالت لي انا فلانه. طب قلت لها يا بنتي اما تيجي البيت هنا لازم تشيلي البتاع ده، هنعرف منين ان انت كل يوم ده؟ انا بدخلك الشقه وبنزل والدكتوره نايمه. مره في مره قطعت ما رضتش تيجي، مع السلامه متشكرين ما جراش حاجه. لكن تفتح الشقه انت تدخل واحده ما تعرفش مين وبعدين تعمل مشاكل تدخلها وتطلع، مره في مره انت تطمئن تدخلها، هي تعرف كده تروح بعتلك جوزها تاني يوم يقشش الشقه كلها، صح ولا لا؟ يسرق الشقه كلها. ما انت راجل طيب بقى، ده انت راجل طيب سكره، تفتح الشقه وتدخلها، مفيش بعد كده سكر، ما ينفعش المسلم يبقى كيس فاطن. فهمت ازاي؟ الدين قال لنا كده، الدين ما قالكش انك انت تحسن. ده ايه ده؟ بيقول لك ان يعني ان من الكياسه سوء الظن، من الكياسه. لكن سوء الظن مش معناه تظلم الناس، معناه تحتاط لنفسك. انت بقيت في مجتمع اصبح ما فيش فيه الامانه، رفعت من عصر التابعين يا عمي، واحنا دلوقتي بقينا بيننا وبين عصر التابعين كام؟ 1300 سنه. فرفعت الأمانة من زمان. كل ده لازم الفقيه المسلم يبقى فاهم إمتى المرأة، والمرأة المسلمة المنتقبة تفهم برضه لما تعمل لهاش مشاكل في كل حتة، وهي داخلة حتة عايز يتحقق من شخصيتها في لحظة تروح رفع كده تحكم شخصيتها داخلة ولا حد داري بيها، إنما لا دي تعملها قضية والشارع يتلم والبوكس البوليسي يجي، وبعدين بعد كده يروحوا شايلين بالعافية، أو ما تقضيش مصلحتها وتروح. طب وليه ده كله الفضايح؟ مكان من سكات مش كده بس؟ وعلشان كده بيقول لك هنا بيقول ايه؟ لأن الحاجة تدعو لإبرازهما، اللي هو الوجه والكفين. الحاجة تدعو لإبرازهما. وادي لك أمثلة بقى للحاجة كثيرة. أيوه، كذلك الكشف عند الطبيب. الحاجة الدكتور عايز يشوف مثلا شفايفها عندها شحوب ولا ما عندهاش، عايز يكشف على عينيها بياض العين يشوف في صفار ولا في زرقان، ولا عينيها حمرا هتورينا العين الحمرا النهارده ولا ايه بالظبط؟ يعني كل الحاجات دي ضروريه في الكشف الطبي، يبقى تكشف امام الطبيب ما فيهاش حاجه، وتروح عند طبيب مسلم ثقه ما فيش مانع برضه، لكن ما تروح عنده تروح كشف وجهها عشان يعرف يكشف عليها ويفيدها ويشخص مرضها ويعالجها، كل ده الشرع قاله. لكن الجماعه اللي غطوا النقاب بدون فقه اساءوا احكام النقاب فاصبحت مشوهه. أصبح حتى المسلمين في العصر بتاعنا ده يكره النقاب، والمسؤولين يكرهوا النقاب مش كده برضو، والإعلاميين يكرهوا النقاب. ليه؟ لأن أساء استخدام. لو فهمناه بالفقه السليم نفهم الإسلام بحلاوته. ظهرا وبطنا، يبقى ما سوى وجاه وكفيها ظهرا وبطنا، أي رجع إلى الكفين، يعني الكفين ظهرهم وبطنهم يجوز ايه اظهارهم، ما فيهاش مشكله. كما لا يخفى، وكذلك قوله الى الكوعين، الكوعين اللي هو المفصل اللي بين الكف وبين الذراع، ده اسمه الكوع، الثاني مرفق، يبقى ده اسمه الكوعين. وهو بيان لغايه الكفين. واما عوره الحره خارج الصلاه، عوره الحره خارج الصلاه يعني ما يجب ستره خارج الصلاه، البدن كله حتى الوجه والكفين، ما لم تدعو الحاجه لايه؟ لإبراز وجهه وكفيه، مقابل قوله وعورة الحرة في الصلاة. والحرة في هذا وما بعد ليست بقيد، بل مثلها الأمة كذلك، يعني حتى الأمة كذلك خارج الصلاة أمام الرجال الأجانب برضه عورتها بدنها كله. ولذلك قال المحشي ولو قال أما عورة الأنثى في هذا وما بعده لكان أولى. ويجاب عن الشارح بأن تقييده بالحرة لأجل مقابلة قوله فيما تقدم وعورة الحرة في الصلاة، فتدبر. فجميع بدنها
أي عند الرجال الأجانب، يعني عند الرجال الأجانب يحرم النظر لأي جزء من بدن المرأة خالص، حتى كفيها، إلا لضرورة بقى إيه، إنها بتناولك حاجة بتاخد منها حاجة وخلاص، غير كده لأ، تقعد تبحلق في كفيها وجهها ما يلقش، حتى لو هي مش مغطية وجهها وكفيها يبقى ممنوع النظر. وأما أيوة اتفضل. في زماننا ده في القاهرة الأفضل ما تغطيش وجهها، في زماننا ده لسوء سمعة النقاب الآن في هذا الزمان، ومطلوب من الرجال غض الطرف بس سهل، لكن لو زالت هذه سوء السمعة وغطت وجهها لا بأس، بس تعرف ان في أحوال هتكشف وجهها فيه. فهمت ازاي؟ يعني انا اعرف واحد صديقي اخوه متجوز بقاله 10 سنين، مراته منتقبة ما يعرفش شكل مراته ايه، مرات اخوه ده يعني يريك الكلام ده. طب افرض الواد ده مات، اخوه ده تيجي له تقول له انا مرات اخوك عايزه الارث، تيجي له واحده كده خيمه سودة تقول له انا عايزه الارث، يقول لها انت مين؟ تطلع بنت عمتها وجسمها شبهها وصوتها شبهها، يروح مديها الارشينات، تروح من هنا تجي له الثانيه تقول له لا انا ما خدتش حاجه، الله، يعني بني عليه مشاكل مش كده برضو؟ ليه بقى؟ يبقى غض الطرف مطلوب، لكن في نفس الوقت تحقيق الشخصية بقى، عارف انا مرات اخويا دي شكلها ايه، واعرف انا يعني قرايبي المحيطين بيا دول شكلهم ايه. فهمت ازاي؟ مع غض الطرف ومع كمال الادب، ادي كل الحكاية. لكن هو على اي حال النظام الوهابي في تغطية عورة المرأة اساء استخدام هذه الحقائق، فأصبحت مشوهة في صورة المسلم المعاصر بسبب إيه؟ عدم فقه المسألة. وأما عورته عند النساء الكافرات، عورة الحرة أمام النساء الكافرات، يعني جارتها المسيحية وجارتها اليهودية غير جارتها المسلمة، دي غير دي. وأما عورتها أمام النساء الكافرات فما عدا ما يبدو عند المهنة، أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها. تشوف هي لبس البيت لما بتنفض بتبقى لبسة إيه؟ فهمت إزاي؟ يبقى دي ده اللي تشوفها فيها جارتها إيه؟ الغير المسلم في لبس المهنة بتاعتها. وعورتها في الخلوة، أي عورة الحرة حال كونها في الخلوة، وكذا عند النساء المسلمات وعند الرجال المحارم، يعني قدام أخوها وخالها وعمها وحماها، كل دول يعني محارم، لأن أنت ابنك لو دخل بالبنت اللي هي بنت مرات ابنك خلاص بقت مرات ابنك دي، حتى لو ابنك طلقها ما تعرفش تتجوزها. فهمت ازاي؟ خلاص بقيت أنت محرم ليه، كأنك أبوها. فهمت ازاي؟ بقى كل دول محارم. وكذا عند النساء المسلمات وعند الرجال المحارم كالذكر، أي كعورة الذكر في الصلاة، وهو ما بين السرة والركبة، يعني ممكن تردع ولادها قدام خالها وقدام أخوها، وده عادي في الأسر كلها، ده عادي يعني ما فيهوش مشكلة، وقدام برضو النساء المسلمات ما فيهاش مشكلة. أيوه. لعدم الثقة فيهن، لأنه ممكن يوصفوا جمالها للأجانب، مش كده برضو؟ جوزها عصبي وهي عندها شامة في ثديها، مولودة بيها وحمة، وجوزها صعيدي يغير عليها موت، وجارتها التانية مسيحية تقعد تردع ابنها معاها، فعرفت إن في ثديها الشمال عندها حلمة، تقوم أما تيجي تتخانق معاها تقول للجوزها المسيحي زيها، الست اللي قدامنا دي عندها حلم عندها شامة في الحتة الفلانية، يقوم التاني ما يتخانق مع جوزها يقول له يا اللي مراتك عندها يا، والتاني صعيدي مخه طائق يطلع يجيب الفرفر يقتل دي ويقتل دي، وبقت جناية. مش كده برضو؟ بتحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. فيبقى الاحتياط كويس. إنما المسلمة دينها يمنحها، المسلمة مؤتمنة لأن دينها يمنعها إنها تصف عورة امرأة لرجل أجنبي، فهمت؟ إنما الكافرة ما عندهاش دين يمنع.
لعلمك اقرا صفحه الحوادث كلها بجميع الحوادث كل يوم، هتجد ان كل حادثه وراها تقصير في ايه، في حكم شرعي. واتحدى كده هات لي حادثه ما فيهاش تقصير في حكم شرعي، لابد كل حادثه تلاقي وراها اي تقصير في حكم شرعي. لا في الخلوة كما قد يتوهم فتلخص أن لها أربع عورات. يعني المرأة لها أربع عورات، عورة في الصلاة، وعورة خارج الصلاة أمام الأجانب، وعورة عند النساء الكافرات، وعورة أمام المحارم وأمام إيه وفي الخلوة. والعورة بفتح العين المهملة، وقوله لغة النقص، كلمة العورة يعني النقص، اي حاجه ناقصه ما تحبش الناس تطلع عليها تسميها عوره. عشان كده حتى الناس يقول لك الطعام عوره، مش كده برضه، والنوم عوره، لانك ما تحبش الناس تشوفك وانت نايم او وانت بتاكل او كده، خصوصا لو واحد بقى ايه بياكل مثلا بيتفتف كده وبتاع، يبقى مكسوف يعتبر. في ناس لما بيكبر في السن بيبقى طريقه اكله واسنانه وجعاه، ويقعد ياكل يندغ بطريقه شكلها مضحكه احيانا، فيبقى دي عوره بقى، يبقى ما يجي ياكل يستر نفسه، مش كده برضه؟ يعني عوره هي اي نقص انت ما تحبش الناس تطلع عليه. أي فكل نقص يطلق عليه عورة لغة، وتطلق شرعا على ما يجب ستره، أي في الصلاة فقط، بدليل قوله وهو المراد هنا. فإن معنى قوله هنا في قوله هنا في قول المصنف ستر العورة بلباس طاهر، خلافا لقول المحشي في الصلاة وغيرها، وحمله على ذلك ذكر الشارح للعورة في غير الصلاة، وأنت خبير بأنه إنما ذكرها استطرادا كما تقدم. وأيضا فالشارح قد ذكر العورة في غير الصلاة بقوله وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. يعني بقية العورات دي ذكروها في كتاب النكاح أكتر. فإذا علمت ذلك علمت أن قول المحشي فحمل بعضهم له على خصوص الصلاة بعيد مناف لكلامه، هو البعيد المنافي لكلامه. والحاصل أن الشارح ذكر أن العورة شرعا تطلق بإطلاقين، فالإطلاق الأول على ما يجب ستره في خصوص الصلاة وهو المراد في قول المصنف ستر العورة بلباس طاهر، والإطلاق الثاني على ما يحرم النظر إليه وذكره المصنف في كتاب النكاح. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة الوقوف على مكان طاهر، مش كده برضو؟ الوقوف على مكان طاهر، يبقى هتيجي تصلي لازم تقف على مكان طاهر، يبقى طهارة الأعضاء والثياب، طهارة الأعضاء والثياب من النجس والحدث، كويس؟ دي أول شرط. الشرط الثاني ستر العورة. الشرط الثالث الوقوف على مكان طاهر. والشرط الرابع العلم بدخول الوقت. والشرط الخامس استقبال القبلة. فهمت؟ إحنا دلوقتي في الشرط نون الثالث. والثالث الوقوف المراد به مطلق الاستقرار الشامل للقيام والقعود والركوع والسجود، كما يشير إليه قول الشارح في قيام أو قعود إلى آخره. يعني وانت واقف لازم تبقى ايه الجزء اللي لمسه برجليك طاهر، طب وانت بتسجد يبقى الجزء اللي لمسه بركبك وبإيديك وبجبهتك طاهر كمان، يبقى اي حاجة هتلمسها في الأرض في اي وضع لازم تبقى طاهر. فهمت؟ هيقول لك هنا، هيقول لك. ويصح أن يقال الوقوف ليس بقيد كما يرشد إليه قول الشارح المذكور، على مكان طاهر أي ولو ظنا، يكفي الظن مش اليقين. يعني أنا بصلي في الشارع ولقيت حتة ناشفة، ما فيش داعي أنادي على كل السكان وأقول لهم الحتة دي يا جماعة حد شاف كلب معدي فيها لو سمحتم، ما ينفعش. صلي طاهرة، صلي ظنا، ما تقعدش تسأل. فهمت بقى المسألة؟ ما جيش أنا هنا أصلي فرضه في المسجد بتاعنا وفي موكيت، يا جماعة منذ أنشئ هذا المسجد ما حدش قاء في هذا المكان، ألا يوجد طفل بالة في هذا المكان؟ ويقعد بقى يسأل ويعمل، ما ينفعش. لو أسأل أبو وهبة كده هيضربه، صح؟ يبقى ما ينفعش الحكاية. ليه؟ يكفي الظن، هو شكله كده حلو خلاص. وده برضو تيسير من الشرع الشريف. فبيقول لك هنا أي ولو ظنا، والمدار على عدم ملاقات شيء من بدن المصلي أو ثيابه نجاسة،
كما أشار إليه الشارح بالتفريع، حتى لو فرش نحو بساط طاهر على مكان النجس وصلى عليه صحت صلاته. عشان كده تلاقي كثير من الناس يبقى مصليته تحت باطه، يجي الجامع يروح فرشها حتى فوق المكت ويصلي. الناس اللي هم ايه يعني عندهم احتياط زائد، مش كده برضو؟ يبقى لو كان المكان ده فيه نجاسة وجفت وفرشت فوقيه حاجة طاهرة يبقى خلاص كأني واقف على مكان طاهر، لكن ما ينفعش تبقى رطبة، لأن لو حطيت الحاجة رطبة نجاسة رطبة هتنشع في القماش، لكن لو فرشت مشمع على نجاسة رطبة وما ينشعش ينفع، لأن العبرة أنه ما يتشربهاش. فهمت؟ ويستثنى ما لو كثر ذرق الطير في المكان فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه. مساجد زمان كتيرة تلاقي فيها جزء كده سماوي، مش كده برضو؟ فتلاقي ايه زرق الطيور والعصافير بيعملوا فيها، فيقول لك يستثنى زرق الطيور لمشقة الاحتراز إن لم يوجد إلا هذا المكان. لكن لو اتسعت الأماكن كلها وفي أماكن كتيرة نظيفة من زرق الطيور وانت رحت مختار ده مخصوص نقول له لا لا يعفى، واضح؟ لكن لو ضاق المكان وفي صلاة جمعة وما فيش إلا الحتة دي صلي عليها يعفى. فهمت بقى المسألة؟ ويستثنى ما لو كثر ذرق الطير في المكان فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه، لكن بقيود ثلاث. إمتى يعفى عن زرق الطيور؟ بقيود ثلاث. الأول أن يشق الاحتراز عنه بحيث لو كلف العدول عنه إلى غيره لشق عليه ذلك، وإن لم يعم المحل على المعتمد. يعني لو قلنا له طب ابعد عنه يقول لك ما فيش أماكن، يعني حصل لي فوق اللي جنبي يبقى شق عليه، يبقى خلاص. دي أول شرط. فقول المحشي بشرط أن يعم المحل ضعيف، يعني مش بشرط أن يعم المحل، لا بشرط أن يشق عليه العدول عن المكان، هو ده الأحسن حتى ولو كان قليل أو كثير. الثاني، الشرط الثاني، ألا يتعمد الوقوف عليه، يعني ما ينقيش دونا عن الجامع الحته دي ويتعمد يقف عليه. فهمت؟ الا يتعمد الوقوف عليه. وقول المحشي الا يتعمد المشي عليه فيه تسمح، لان الصلاه لا مشي فيها، والمراد بذلك الا يقصد مكانه بالوقوف فيه مع امكانه في مكان خال عنه، ولا حاجه لتصوير بعضهم له بان يصلي من غير شعور به ثم يعلمه، حتى لو صلى عليه عالما به ولم يعدل اليه عن غيره لم يضر طالما ما تعمدش. يعني الثالث، عدم رطوبة من الجانبين، يبقى زرق جاف كده فما يبقاش فيه رطوبة لا في الزرق رطب ولا في ثوبه اللي هيمسه ولا بدن، وإلا هتنتشر النجاسة. والثالث، عدم رطوبة من الجانبين بحيث لا تكون رجله مبتلة ولا الذرق رطبا. وذكر الرملي أن ذرق الطير إذا عم الممشى كمان الطريق يعني الحد المصلى عفي عن المشي عليها حتى مع الرطوبة للضرورة، كما نقله الشيخ عطية. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، تفريع على المفهوم وهو عدم الوقوف على مكان طاهر. قوله يلاقي أي مع المماسة، فإن حذا بدون مماسة كأن حاذى صدره في حال سجوده نجاسة، مع عدم المماسة لم يضر ويغتفر ملاقاة نجاسة جافة. يعني بيقول لك المقصود أنه ما يمسش جسده نجاسة، لكن افرض وانت بتسجد كده بيبقى صدرك بعيد عن الأرض، فعند موضع صدرك الذي لا يلامس الأرض في بقعة نجاسة لا تضر لأن ما حصلش مماسة. فهمت ازاي؟ لكن العبرة إن ما يحصل مماسة. ويغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالا بحيث لم يمضي قدر الطمأنينة. يغتفر إنه هو يلاقي نجاسة جافة وأول ما ينتبه يبعد رجله عنها على طول، كويس؟ بيقول هنا أو نجاسة رطبة وألقي ما وقعت عليه حالا من غير، بيدي لك كلها صور
امتى يحصل نجاسة تلاقيها ببدنك او تقف عليها وتكون معفوعا؟ كل دي صور، لان القاعدة الا تقف على الا على مكان طاهر، لكن في احيانا يحصل بعض الامور فيها عفو، فبيدي لك امثلة للمعفوات. فقال لك لو وقعت نجاسة جافة او حصل ملاقاة نجاسة جافة فرقها قبل قدر الاطمئنان منذ علمه بها لا يضر. كويس. طيب الصورة الثانية، او رطبة، رطبة يعني فيها رطوبة، والقى ما وقعت عليه حالا من غير حمل بان ازله بيده بوضعه على مكان طاهر منه، بخلاف ما لو وضع على النجاسة فانه يضر ويلقيها ولو في المسجد. نعم ان لزم على القائها فيه تنجسه، فان اتسع الوقت قطع الصلاة والقاها خارجه، وان ضاق القاها فيه وكمل صلاته ثم يغسل بعد ذلك. الصورة دي وقعت نجاسة رطبة عليه، على الشال بتاعه، على المنديل بتاعه اللي حطه في جيبه، عصفورة معدية كده عملتها، حكسي، المصريين يقولوا عليه حكسي، هو بيصلي او عطائية، فهمت ازاي؟ فراح بسرعة مسكها من حتة طهرة، مسك الثوب بتاعه من حتة طهرة، مش من حتة فيها نجاسة لغمت ايده، حتة طهرة، وراح رماها في حتة بعيدة، واخد بالك، غير الحتة اللي هيسجد فيها، يبقى تصح صلاته ومعفو عنه. ولو اضطر انه يلقيها في المسجد ويبقى يغسله بعد كده بعد ما يخلص الصلاة اذا ضاق الوقت. طب اذا اتسع الوقت؟ لا بقى، ما يلقيهاش في المسجد عشان ما ينجسوش، يوم يقطع صلاته ويروح يغسلها ويرجع يبدأ صلاته من اول وجديد، لو كان الوقت متسع وخايف من تلويث المسجد. واضح؟ لكن افرض انه هو عنده حتة في المسجد عامل مفرش كده، لان الجامع ده بالذات بتاعهم جنبهم غية حمام، وهو بيصلي كل يوم وعارف الشغلانة دي، فموضب نفسه، فحطين له حتة مشمع جنبه، ففي الحالة دي خلاص ما فيش مشكلة، سواء دق او لم يدق يروح شايل ورميها على طول، بس بحيث يحملها من مكان طاهر عشان ايده لا تتلطق بالنجاسة. دي الصورة التانية. او لباسه، اي وان لم يتحرك بحركاته، وكمان لباسه يبقى ايه؟ الجزء اللي يمسه في الارض يكون طاهر برضو، بلباسه يعني بما يستر به عورته ويلبسه حتى في غير العورة. واضح؟ يعني افرض انت العمة بتاعته عمة طويلة قوي مدلدلة على الارض، يبقى كمان حتة لمسة الارض من العمامة لازم تبقى ايه؟ الارض طاهرة، مش تبقى لمسة الارض في حتة نجسة، حتى ولو لا تتحرك بحركته، لان هذا شرط في ايه؟ في السجود، لكنه في اللباس هي ما زالت منسوبة الي انها لباس طاهر، فلازم يبقى واقفة على مكان طاهر. اي وان لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل، لانه لابد ان لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا للنجاسة، بخلاف سجوده على ما لا يتحرك بحركته فانه لا يضر، لأن المدار في السجود على وضع جباته على قرار، في السجود ما يحطش على جزء من ثوبه يتحرك بحركته، ده في السجود ما يحطش جبهته، لكن في النسبة للنجاسة ما فيش حتة من ثوبه تلمس نجاسة ولو حتى لا تتحرك بحركته. فهمت بقى الخلاف في الحتتين؟ يعني ما يسجدش على جزء من ثيابه يتحرك بحركته يبطل سجوده، أحيانا الكرافتة يبعدها، يبعدها، وكذلك العمامة يكشف شوية لو استوعبت كل الجبهة، لكن لو جزء من الجبهة لمس الأرض خلاص ما فيش حاجة، خلاص طالما بعيدة مش هيلمسها لا بإيد ولا بتاع، بمحاذاة صدره مثلا ما يضرش، خلاص بسيطة. لكن في ناس ساعة ما يجي يوطي الكرافتة بمحاذاة صدره تروح نازلة لمسها، يبقى ما ينفعش لأن ما يلمسهاش، لو مش لابس كرافتة ما يجراش حاجة. او الشال بتاعه، ساعات الشال يبقى لفه كده يروح واقع وهو يساجد يلمس الارض، يبقى ساعتها برضو ما ينفعش، يبقى ساعتها يتخلى عن الشال بقى، يروح فاكك نفسه منه كده وسايبه ويعتبره فرشة، كأنه فرشة فرشاه على النجاسة ويكمل صلاته. سجوده اللي عمله قبل كده صحيح على الملكية، صحيح على الملكية، لكن على مذهب الشافعي لا،
عشان كده كان بعض المشايخ الملكية زمان لما يصلي في الشمس كنت اشوفهم انا وكمه كده كبير يروح حطه كده وسجد عليه عشان الارض سخنة. الشافعية طبعا يتغزوا جدا لهم احنا على مذهبنا جائز الشافعي يحط دماغه على السخن او يفرش منديله بقى افرش منديلك على الرملة ده علشان ايه اما يجي كان يجي يصلي في رملة سخنة يفرش منديله على الرملة يوم ايه ما يتحركش بحركته فهمت انما يعمل كمه كده ده الملكية بس. نجاسة اي غير معفو عنها في قيام او قعود يعني لا يمس نجاسة غير معفو عنها وادالك امثلة للمعفوات أشار به إلى أن المراد بالوقوف مطلق لاستقرار أو إلى أنه ليس بقيد كما تقدم. الرابع هنقرأ الرابع ونصلي على طول. أي من الشروط الخمسة العلم بدخول الوقت، أي العلم بنفسه. العلم بدخول الوقت ممكن يتم بثلاث أحوال، إما بنفسك يعني أنت عارف حركة الشمس وراجل عندك علم واخد بالك بنفسك، أو باستعمال ساعة فهمت ازاي، او مزولة زمان كانوا يستعملوا المزاول يبقى كده اسمه العلم بنفسك، او باجتهاد يعني لا معاك ساعة ولا معاك حاجة وبتشوف انت حركة الشمس وعندك علم بايه بمواقيت الصلاة بالنسبة لحركة الشمس، يبقى انت هنا لازم تعرف دخول الوقت بالاجتهاد وما تقلدش غيرك المجتهد غيرك، يجب انك انت نفسك تجتهد، يبقى بالاجتهاد للقادر على الاجتهاد أو بتقليد مجتهد. إن عجز عن الاجتهاد كالأعمى، الأعمى عاجز عن الاجتهاد لأنه ما عندوش وسيلة يؤذر يبصر، يبقى ساعتها يقلد مجتهد. يبقى عندك أنت العلم ودخول الوقت يتم بثلاث أحوال ثلاث مراتب، بنفسك أو باجتهادك أو بتقليد مجتهد عند العاجز عن الاجتهاد. هيشرحهم لك بسرعة وهنقيم الصلاة على طول. أي العلم بنفسه بدخول الوقت المحدود شرعا للصلاة، وهذا هو المرتبة الأولى التي هي العلم بالنفس، ومثله إخبار الثقة عن علم. والعلم بالنفس زي إخبار الثقة، مؤذن مجرب معروف بشرط ما يكونش في مساجد المواطن، لأن كل مساجد المواطن تلاقي كل واحد بيأذن في واحد شكل، فدول غير ثقة خد بالك، بالذات في الفجر لا واحد أذن وبعد ربع ساعة على التاني ما صحي من النوم يقوم تاني يأذن، واحد تالت بعد تلت ساعة يقوم يأذن، مساجد ملاكي فعلى ما بيصحى وينزل فما ينفعش ده. فهمت ازاي؟ ما هو ممكن يجي لك يوم في مستورة الراجل يتأخر ويعمل لك، أو يجي بدري شوية والساعة مقدمة فبلاش، يبقى لازم ثقة مجرب يعني أنت تكون مجرب وعارف. ومثله إخبار الثقة عن علم، وفي معناه أذان المؤذن العارف الصح. كان جد الله يرحمه اسمه حسن بيه، كان قاضي، كان ساكن في الإسكندرية، وكان في رمضان وكان جاره كل يوم على المغرب يقول له حسن بيه المغرب ادنت، يروح يفطر، ففي يوم الدنيا مغيمة فبيقول له حسن بيه، هو راح قال له المغرب ما ادنتش، قال له يخرب بيتك فضايع عليه اليوم هيعيد هو كل يوم من اول الشهر يقول له حسن بالمغرب، اليوم ده بالذات حسن بيه المغرب راح واكل حسن بيه كل، فمشكله فتاخد بالك بالحكايه دي. العلم بدخول الوقت اي العلم بنفسه بدخول الوقت المحدود شرعا للصلاه، وهذا هو المرتبه الاولى التي هي العلم بالنفس، ومثله اخبار الثقه عن علم، وفي معنى أذان المؤذن العارف في الصح، زي أنت ما تفتح إذاعة القرآن تسمع الإذان، تفتح التلفزيون تسمع الأذان، دي برضو إيه ثقة. التلفزيون بيقدم أحيانا والله يبقى استنى شوية حتى تستثبت، لأن طالما هي الحكاية بتفرق دقيقة أحيانا يبقى انتظر لحظة، مش أول ما أقول الله أكبر تروح مصلي على طول، انتظر شوية. وفي معنى أذان المؤذن العارف في الصح، فيمتنع عليه الاجتهاد معه، ويجوز له تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا. نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد، إذا عرف أن أذانه عن اجتهاد مش عن علم امتنع تقليده، لأن المجتهد لا يقلد مجتهد،
يعني اللي عنده القدرة على الاجتهاد ما يقلدش مجتهد تاني شرعا كده. حتى في تحري القبلة هنقول لك بعد كده، لو انت مش عارف القبلة ازاي وبتجتهد ما تقلدش مجتهد تاني، ان شاء الله هو يصلي كده وانت تدي له ظهرك وتصلي كده، انت اجتهادك وصلك ان القبلة كده والتاني اجتهاده وصله كده، ده يصلي كده وصلاته صحيحة وده يصلي كده وصلاته صحيحة، كل على حسب ما اداه اجتهاده. واضح؟ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا ولو كثر المؤذنون، لو كثر مؤذنين بقى وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض، وإلا فهم كالمؤذن الواحد. ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة زي الساعة والحاجات دي، والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به، كل دي كانت وسائل أيامهم بيعرفوا بها دخول الوقت، فإنه قد يدل على الوقت، فهذا كله في مرتبة واحدة. وقول أو ظن دخوله بالاجتهاد إشارة إلى المرتبة الثانية التي هي الاجتهاد. يجتهد إزاي؟ بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك. يعني أنا متعود كل يوم أقعد أقرأ 4 أجزاء قرآن من الساعة 10، أخلصهم من هنا يجي أذان الظهر، أنا بقالي كده 20 سنة. فهمت إزاي؟ فيبقى ده ورد عارف. فهمت إزاي؟ أدي معنى ورد عارفه. أو مثلا أنا عارف إن بين المغرب والعشاء بقالي سنين بقعد في الجامع أصلي المغرب وأصلي السنة وأقعد أقرأ 2 جزء قرآن، يجي الراجل يأذن العشاء أروح أخلص 2 جزء أروح قايم مصلي العشاء، يبقى أنا عرفت هنا بالورد. أو بخياطة مثلا، واحد راجل ترزي عارف إن هو بيقص حتة القماشة دي ويفصلها ويخيطها، أول ما يوصل يلف الديل يبقى مر 2.5 ساعة، يبقى دخل الوقت الفلاني. ادي معنى يعرفها باجتهاد بورد او مطالعه درس او صوت ديك، عنده ديك مجربه ومربيه، ما كانش عندهم انفلونزا طيور بقى الحكومه بتقتل الديك، واخد بالك؟ فعارفه كل يوم الجدع الديك ده ياذن في الفجر مظبوط، هو ياذن يجي اذان الفجر فمجربه، يبقى برضه ده ممكن يعتمده. أو نحوه كحمار مجرب، عنده حمار كل يوم الصبح يصحى على الفجر جعان ينهى عايز ياكل، ظابط نفسه كده لأنه بينام بدري بعد العشاء ما عنده السهر، واخد بالك؟ حمار جدع فبينام يصحى على الفجر جعان يروح منها عارفه، يبقى ده برضه مجربه. وهو يقول في صياحه يا غافلون اذكروا الله، يعني معنى صياحه المؤذن بدخول الوقت كأنه بيقول له يا غافل اذكر الله يعني. ويسن اقتناؤه، ويسن كمان لو كان ما عندوش ساعات وفي بلد ما فيهاش مؤذنين وعارف ان الحمار ده او ديك ده موضب نفسه كده، يسن ليه انه يروح يشتريه كمان ويقتنيه لخبر فيه. ومعنى الاجتهاد بذلك ان يتأمل فيه، كان يتأمل في الخياطة هل اسرع فيها او لا، وفي أذان الديك هل هو قبل عادته أو لا، وهكذا. ولا يجوز أن يصلي مستندا لذلك من غير اجتهاد فيه، يعني كمان لازم يجتهد في صوت الديك، مش يقول لا ده الديك النهاردة ربما يكون أذن بدري شوية علشان امبارح أنا ما اديتلهمش أكل في العشة فتلاقيه جعان، يعني لازم برضو يفكر، يعني يبقى إيه مجتهد في المسألة. ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد لأنه ربما أده إلى خلاف ذلك، وإن لم يحصل العلم بالنفس بالفعل ولا شيء مما في معناه كان له الاجتهاد، ولو مع إمكان العلم بالنفس أو إخبار الثقة أو نحو ذلك. وسكت عن المرتبة الثالثة وهي تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد، فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد، وهذا في حق البصير. أما الأعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد، لأن شأنه العجز عنه. والحاصل أن مراتب الوقت، يعني مراتب العلم بدخول الوقت، 3: العلم بالنفس وما في معناه، والاجتهاد وتقليد المجتهد. طب افرض صلى وهجم على الصلاة كده ولا اجتهد ولا سأل ولا عمل، ما عندوش علم بدخول الوقت، فهمت؟ يبقى حكمه إيه؟ ها؟ صلاته بطل. طب ولو فقد دخول الوقت تحسب نافلة أو فرض مما فاته، لكن فرض الوقت ما ينفعش، لازم يبقى متأكد من دخول وقت الفرض الوقت. يعني هو إيه قال كده يلا
ابتهيأ لنا كده ان الظهر يدن، يلا خش، الله اكبر، نويت فرض الظهر وصلى. بعد ما خلص صلاه الظهر وبيختم الصلاه، بص لقى المؤذن دخل وراح فاتح البتاع واذن للظهر. قالوا ده انا صليت الظهر من ربع ساعه. قالوا لا، ما كانش دخل. اذا كان عليه فرائض سابقه هيتحسب ده فرض مما فات، وان ما كانش عليه فرائض سابقه هيتحسب نافله، مطلق نافله، وعليه يقوم يصلي بقى فرض الوقت. خدت بالك؟ دي خلاصته. ها؟ حتى لو كان صادف دخول الوقت، لانه يفتقر لنيه. اما العباده التي لا تفتقر لنيه فان صادفت دخول الوقت صحت. كأذان لا يفتقر لنية. الأذان يفتقر لنية؟ ما يفتقرش. دخل الراجل كده والمؤذن وشايف كده ان الوقت غالبا دخل، فتجرأ وراح فتح الميكروفون، الله أكبر، صادف دخول الوقت وهو لا بص في ساعة ولا حاجة، يبقى أذانه صحيح، لأنه الأذان لا يفتقر لنية. فهمت؟ إنما الصلاة تفتقر لنية، فلازم العلم بدخول الوقت علشان يوافق الصلاة الصحيحة. فلو صلى بغير اجتهاد، بغير ذلك أي العلم أو الظن بالاجتهاد، وهذا تفريع على المفهوم، لم تصح صلاته، أي لعدم الشرط، بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت. طب افرض اجتهد وبعدين بعد ما صلى تبين أن صلاته كانت قبل الوقت، فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها، وإلا وقعت له نفلا مطلقا. صح؟ سهلة؟ طيب، فلو كان يصلي الصبح كل يوم بالاجتهاد مدة، ثم تبين أنه كان صلى كل يوم في تلك المدة قبل الوقت، لم يجب عليه إلا قضاء صبح اليوم الأخير فقط، لأن صبح كل يوم يقع عن الذي قبله. كانوا طلعوا إشاعة زمان كده إن أذان الفجر اللي في النتيجة ده قبل وقت الفجر الحقيقي بتلت ساعة، مش كده؟ طلعوا إشاعة، وفترة الإشاعة دي مستقرة في نفوس ناس كثيرين، لدرجة أن في مجلة الأزهر مرة أعلنوها ومرة تانية بعدها بعدة سنوات كذبوها. طيب افرض بقى أنه هو بيصلي في المساجد اللي هي تأذن للفجر وبعد 5 دقايق يقيم، وقعد كده بقى له 20 سنة، وبعدين اتضح فعلا أن هم كانوا بيأذنوا قبل الوقت، عليه عيد فجر واحد بس. ليه؟ لأن كل فجر بيصليه النهاردة يقع عن اليوم اللي قبله، اللي بيصليه النهاردة وقع عن اللي قبله، كله كده، يبقى عليه أداء فجر واحد بس. فهمت بقى المسألة؟ وإن صادف الوقت أي وافقه، وهكذا كل عبادة لها نية لابد ما يعملها لازم العلم بدخول وقتها، وإنما لم تصح حينئذ، لأنه لابد في العبادة التي لها نية من العمل بما في نفس الأمر وظن المكلف، ويعتد بما لا نية له إن صادف الوقت كالأذان والخطبة، خطبة الجمعة أو أذان الأذان أو خطبة صلاة العيد، لو صدفت الوقت حتى مع العلم بدخول الوقت صحت الخطبة، وكذلك خطبة الجمعة، لكن الصلاة لازم العلم بدخول الوقت. ونقف على الخامس من الشروط، وهو استقبال القبلة يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك لما ذكرت بذلك.